الوقت مهم جدا والانتباه في أعلى درجاته، التركيز مطلوب، أما الخطأ فمرفوض مرفوض. فأنت تبني إحدى أضخم الأجسام وجودا على الأرض، إنها تلك الأساطيل العملاقة التي تجوب بحار ومحيطات العالم، والجهاز العصبي لتجارة الذهب الأسود ونقله عبر القارات. هياكله هي الأضخم في تاريخ البشرية، بناؤها كسر قوانين الطبيعة، تتحرك بكل رشاقة هنا وهناك، ولمرورها ووجودها هيبة لا يجرؤ أحد على نكرانها. ورغم كل محاسنها إلا أنها قنابل موقوتة وخطيرة، قد تنفجر في أي لحظة، محدثة كارثة خارجة عن السيطرة. حديثنا في هذا الوثائقي سيكون عن ناقلات النفط، كيف وأين تتم صناعتها، من هي أهم الدول التي تصنعها، وأخيراً ما هي أضخم ناقلات النفط. تابعونا للنهاية لتجدوا إجابات عن كل أسئلتكم حول هذا العالم الغامض، لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. عالم تملأه الأسرار. مصادر الطاقة وأبرزها النفط أكبر مساهم في عجلة الاقتصاد العالمي وأساس الصناعات في العالم، وأغلب كميات النفط يتم نقلها بين الدول عبر البحار والمحيطات، لذا كان لزاماً إيجاد طريقة لحمل هذه الثروة وسد جوع الدول لها حول العالم، ونقل النفط من آباره ومكامنه إلى مصافيه ومراكز تكريره. وهنا برز قطاع صناعة الناقلات البحرية العملاقة، وناقلات النفط خصوصاً الحافل بالأسرار والتعقيدات، والذي يخضع لدورات تداخل بشكل مثير مع دورات الحركة الاقتصادية الكبرى. فما هي تفاصيل سوق الناقلات النفطية؟ بينما نحن نعد هذا التقرير، عشرات الناقلات النفطية تبنى في مكان ما، لكن فعلياً كوريا الجنوبية تتولى بناء العدد الأكبر منها. عملية بناء هي الأصعب والأكثر تعقيداً في عالم الصناعات العملاقة، فالمطلوب بناء أكبر عدد ممكن خلال أقصر مدة وضمن أصعب وأدق الشروط، في عملية تنقسم إلى مراحل، حيث يتم تقسيم الناقلة إلى 6 أجزاء كبيرة، يطلق على كل واحدة منها اسم منصة ووزنها 3000 طن. وبعد بناء كل منصة وحدها يتم تجميع المنصات لتشكل معا هيكل الناقلة، وداخلها يقسم إلى 4 حجرات منعزلة مجهزة لتخزين الغاز الطبيعي، وفيها محرك موصول بأنابيب لنقل الغاز أو النفط أو غيرهما من وإلى السفينة الضخمة. وآخر مرحلة يتم فيها إنشاء مقصورات الطاقم والقيادة والجسر. وهكذا يتم البناء بتجميع الأقسام واحدا تلو الآخر، وقد يحتاج بناء ناقلة واحدة 1,000,000 ساعة عمل يتم فيها تحويل ألواح من الفولاذ والمعادن إلى ناقلة ضخمة. أما من حيث الوظائف فتنقسم الناقلات إلى نوعين، ناقلات النفط الخام والتي تنقل الكميات الكبيرة من النفط الخام غير المكرر من موقع استخراج النفط إلى المصافي، وناقلات المنتجات النفطية والتي عادة ما تكون أصغر حجما وتنقل المنتجات المكررة من المصافي إلى نقاط قريبة من الأسواق الاستهلاكية. كذلك تصنف ناقلات النفط تبعاً لحجمها ووظيفتها بين ناقلات داخلية أو ناقلات ساحلية تبلغ سعتها من الحمولة الساكنة 1,000 أطنان المترية. أما ناقلات النفط الخام فائقة الضخامة، فقد تصل حمولتها الساكنة إلى 550,000 طن متري، إذ تنقل ناقلات النفط نحو 1,000,000,000 طن متري من النفط سنوياً. كذلك هناك ناقلات التزويد بالنفط في البحار، وهي ناقلة نفط بوسعها إمداد سفينة متحركة بالوقود. ومن شركات بناء ناقلات النفط توجد شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، وهي شركة نقل بحرية مملوكة لشركة أرامكو السعودية، تم إنشاؤها عام 1984 ميلادية،
ومقرها في مدينة دبي. يضم أسطول فيلا 20 ناقلة نفط، شيدت 4 منها بين عامي 2001 و2003، و6 منها شيدت بين عامي 2007 و2009. وفي نهاية 2010 تم إتمام البرنامج بإضافة 4 ناقلات أخرى، لتكون المجموعة الجديدة من الناقلات الضخمة جداً ذات الهيكل المزدوج، بديلاً عن الناقلات 15 القديمة التي كانت تمتلكها فيلا وكانت بهيكل واحد، لكنها تحولت نحو الهيكلين وفق خطة أرامكو للالتزام بأعلى درجات المعايير والقوانين. وقد عرف مشروع الناقلات باسم VLCC، حيث تتسلم فيلا طلبات بناء الناقلات وفق معايير صارمة جداً تحقق التوازن بين التكلفة والجودة، وتأتيها العروض من أفضل مصانع الناقلات في العالم، تحديداً من شركات في آسيا وأوروبا، في سوق يتميز بالتنافس الكبير بين الرائدين في هذا المجال. وقد أرست فيلا مشروع بناء ناقلاتها الحديثة على شركات بناء الناقلات في كوريا الجنوبية، خصوصاً شركتي هيونداي ودايو، اللتين شيدتا ناقلات الزيت الخام VLCC الأربع عشرة التي تملكها أرامكو السعودية اليوم، حيث تتخذ هيونداي للصناعات الثقيلة ميناء مدينة أولسان على الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية مركزاً لها. أما شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية فاختارت جزيرة جويجي في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وقد تولت دايو بناء 15 من ناقلات فيلا، بينها الناقلات العشر من نوع VLCC. لكن كيف يتم بناء ناقلة VLCC؟ فريق كبير يتولى مشروع بناء الناقلة من الصفر، من أهم أعضائه فريق التفتيش الذي يضم خبرات متنوعة من السعودية وكندا واليابان والسويد وبريطانيا والهند وكوريا. أما عملية البناء في حد ذاتها فتكون في موقع مساحته نحو 4 كيلومترات مربعة، يضم معملاً لتصنيع السفن ومختلف المنتجات التي تستخدم في البحر، ويعمل فيه أكثر من 30,000 عامل ماهر. وبعد اكتمال بناء الناقلة يجب عليها أن تخضع لرحلة اختبار، وهي العقبة الأكبر التي يجب عليها اجتيازها كي يوافق المالك الجديد أرامكو السعودية على شرائها، فهي حتى تلك اللحظة تكون ملكاً للشركة المصنعة إلى أن يتم التوقيع على نجاح الناقلة في اجتياز الاختبار البحري الذي يتم إخضاعها فيه لكل الظروف الاعتيادية والاستثنائية المحتملة التي قد تواجهها أثناء رحلتها، مثل تغيير الاتجاه والقدرة على المناورة ومدى قدرة المولدات على العودة إلى حالة التشغيل بعد حصول انقطاع مفاجئ، باختصار كل ظروف العمل. ويجب أن يقنع الاختبار البحري أرامكو بأن الناقلة المشيدة تستحق الشراء. ومن أبرز الناقلات من نوع VLCC كانت مطر ستار، ثالث ناقلة من أصل 4 ناقلات من نوع VLCC. بدأت أول رحلة تجارية لها في 26 من أكتوبر عام 2010، وذلك بعد حفل تسميتها في حوض بناء الناقلات في جنوب كوريا. أكبر ناقلات النفط بالعالم. منذ أواخر التسعينيات ازداد استهلاك النفط العالمي، وباتت الحاجة ملحة إلى بناء ناقلات ULCC وVLCC التي عرفت بتصميماتها المميزة ومواصفاتها الخاصة، حيث تنتج هذه الناقلات انبعاثات هيدروكربونية أقل تجعل شحن النفط عبر الدول أسرع وأكثر أماناً للبيئة. ونظراً لكتلتها الضخمة فإن عملية إبحار هذه الناقلات تعد معجزة علمية في حد ذاتها. فمثلاً كي تستطيع التوقف تماماً تحتاج الناقلة العملاقة المحملة بالكامل إلى حوالي 5 إلى 8 كيلومترات، ومدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. وتعيش الناقلة عمراً افتراضياً يتراوح بين 25 إلى 30 سنة. أما أكبر ناقلات النفط المعروفة فهي ناقلة النفط يورانوف أوقيانوسيا، هي أكبر ناقلة نفط تعمل حالياً،
كلف بناؤها 90 مليون دولار، وتم إطلاقها عام 2003 من قبل شركة بناء السفن الكورية الجنوبية دايو شيب بيلدينغ أند مارين إنجينيرينغ لشركة الشحن هاليسبونت. الناقلة يورانوف أوقيانوسيا تبحر حالياً تحت قيادة بلجيكا، ويمكنها الإبحار بسرعة متوسطة تبلغ 16.8 عقدة، وهي محملة بالكامل وتحمل أكثر من 3 ملايين برميل من النفط. السفينة اليابانية إيجل تريدر التي تزيد سعتها عن 200,000 طن من الوزن الساكن، وتمتلك محركاً مزدوجاً يمكن أن يعمل على الميثانول إضافة إلى وقود السفن التقليدي، وتم بناؤها عام 2018 من قبل شركة ميتسوي لبناء السفن اليابانية. سفينة إيجل تريدر 340M مول تبحر حالياً تحت العلم الياباني، وتبلغ حمولتها 161,061 طناً. أما أقصى سرعة لها فيمكن أن تصل إلى 17.7 عقدة، وميناؤها الرئيسي في العاصمة اليابانية طوكيو. ناقلة النفط VLCC ديلت كولت تبحر حالياً تحت علم هونغ كونغ، يبلغ وزنها في الصيف 318,000 طن ساكن، ويقدر غاطسها ب 13 متراً و60 سنتيمتر، وقدرتها الاستيعابية القصوى 163,571 طناً. ومن أكبر الناقلات عالمياً أيضاً سلسلة شيفرون فويجر التي يبلغ وزنها الثقيل حوالي 319,398 طناً، بينما تبلغ حمولتها الإجمالية 163,214 طناً. صعود وهبوط في الأسعار وحوادث تسرب. كثيرة هي المخاطر التي يضمها سوق ناقلات النفط، منها حوادث تسرب النفط من الناقلات التي رغم أنها نسبياً نادرة الحدوث إلا أن أصداءها الإعلامية تؤثر كثيراً في الرأي العام. ومن أبرز هذه الحوادث كان اصطدام إحدى الناقلات بشعاب مرجانية عام 1989، حيث تسبب في انسكاب حوالي 500,000 برميل في البحر، وسبب أضراراً هائلة بالبيئة المحيطة. وقد أدت المخاوف من تكرار هذه الحوادث إلى إلزام شركات النقل بتغيير أسطولها وتحديثه بإضافة وسائل سلامة إضافية، مثل تقسيم خزان الناقلة الرئيس لقسمين منفصلين لتقليل حجم التسرب إن حصل. وقد دفع هذا القانون مشغلي الناقلات لطلب ناقلات جديدة بمواصفات حديثة وإحالة السفن القديمة إلى التقاعد، مما تسبب حينها في حدوث شح في الناقلات المعروضة في فترة من الفترات نتيجة عملية الاستبدال، ما انعكس إيجابياً على أجور الناقلات الموجودة وأسعارها. وبين عامي 2002 و2008 شهد سوق ناقلات النفط طفرة تصاعدية تعد الأبرز في تاريخه، حيث أدى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى ارتفاع أسعار استئجار أضخم أنواع ناقلات النفط VLCC، فقفزت الأسعار من حوالي 20,000 دولار إلى 80,000 دولار يومياً. وتضخمت أرباح شركات النقل في مؤشرات كانت توحي بأن أسواق النفط العالمية مقبلة على عصر يزداد فيه الطلب اضطراداً، وذلك بسبب الهيجان الاقتصادي في دول كالصين والهند التي حرصت على شراء كل قطرة نفط يمكن أن تشتريها من المنتجين حول العالم. ودفعت الأرباح المتزايدة الكبيرة الدول إلى بناء المزيد من الناقلات حول العالم لاستيعاب حاجة السوق المتوقعة. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد شهد عام 2008 انهيار الاقتصاد العالمي وهبوطاً حاداً في الطلب على النفط، تبعته خسائر فادحة في قطاع ناقلات النفط الذي شهد وجود فائض من السفن الحديثة الصنع لا تجد من يستأجرها، فبقيت راسية تنتظر الموجة التصاعدية القادمة التي جاءت فعلاً عام 2010 واستمرت حتى عام 2014. لكن أجور الناقلات آنذاك بقيت عند مستويات منخفضة بسبب كثرة السفن المعروضة التي كانت تفوق حاجة السوق التي تتأرجح مستوياتها وأسعارها دوماً،
وفق ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وتوابعه من المواد التي تنقلها هذه السفن العملاقة. فما رأيك بهذا العالم؟ وهل تعرفت عليه من قبل؟